عسلامة ومرحبا بكم الناس كل فيديو جديد، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. كرهبتنا اليوم جيت نصوركم فيها من بلد الصنع ديريكتومون. اي نعم هيونداي، تقول لي مالهم كوريا الجنوبية؟ لا، الموديل هذا البايون هو والليفان يتصنعوا في تركيا وتحديدا في ولاية ازميت، هون نعطيك التفاصيل اكثر. دونك اليوم جينا نصوروا الكرهبة هذيا في تركيا. هيونداي كما تعرفوا هيونداي ما شاء الله تحقق في مبيعات عالية برشا، عندها برشا موديلات، وتحس كلي هيونداي قلقت، عندها ايديس، ايفان، كونا، فينيو، برشا موديلات. عملت هكا قالت نخرج موديل يكون موجه ما بين الايفان والكونا، معناتها تكون موجه للشباب وتكون زاد موجه للسوق الاوروبي اساسا. دونك واللي هو الموديل اللي معنا اليوم واللي هو الباين. كرهبة عندي برشا رفاه دور في الشارع، عندي برشا رفاه دور هوني، كنت ديما نقول مصاب الوكيل في تونس هبطها، خاطر احنا في تونس الفئه هذه محبوبه برشا. دونك ملي هبطت تونس جيت نجري للوكيل لهنا وحبيت نصور هيك. الحمد لله اليوم جات الفرصه انه نصورها لكم فينيسيون بلون باهي وفينيسيون باهي برشا. نحكيو على كل التفاصيل تاعها من برا من الداخل، تجربه القياده وكل شيء يخص الكرهبه هذيا. عندك اي سؤال مرحبا بيك في التعليقات، ولا تلقى لي كونتاكت في الديسكريبشن اللوطه. وكان تحب المحتوى كيف هناك، ولا تحب تشجعنا اشتراك في القناه مهم على الاخر. يلا بينا ليتس جو. قلت لكم الكرهبه موجهه اساسا للفئه تاع الشباب وموجهه زاد للسوق الاوروبي باش تكون ما بين ايفان والكونا. دونك التصميم تاعها لازم يكون جذاب ولازم يكون عصري جدا. وعلى هذا زاد هيونداي قاعده تتبع في الايدنتيتي تاع كرهبه جدد. هيونداي كما قاعدين تشوفوا في موديلاتها الاخرانيين الكل قاعده تقسم في الاضواء، ونراو تو في الموديل هذا. دونك عندنا الضوء مقسوم من هنا ومن هنا ومن هنا. اما تخيلوا كرهبه هذه زادت تشعل، هذه هي الطرف هذه راهي ماهيش الكالندر، هذه جوست عاملها بالبيانو بلاك. تخيلوا كرهبه تشعل كامله هكا معاه تكون هايله على الاخر، خاطر هذا زاد ال اي دي نتاعها ومن هنا زاد فيها ال اي دي واحد اخر. من هنا ما عندناش اضواء ضباب، وانما حاجه مهمه اوبسيون مهمه برشا واللي هي تدخل الهواء من هنا باش تعمل حاجتين. اهم حاجه فيهم واللي باش تبرد الفرامل، وثاني حاجه واللي هي تنجم تحسن في الايروديناميك، هيك تحسن في الكونسومسيون نتاع الكهرباء. لهنا هذه كلها بالبيانو بلاك بالرسمي مزيانه على الاخر، برسمي تصميم جذاب على الاخر، تصميم شبابي بحت والا عائله صغيره، اما الاكثريه هي موجهه اكثر للشباب. دونك كلها بالبيانو بلاك وفيها الدور نتاع الرادار من قدام، ما فيهاش الكاميرا. ومن هنا زاد معموله زاد بالكروماج، وهذايا الكابتور نتاع منع الاصطدام، خاطر فيها هذه في السكيورتي تنحكيو بعد على السكيورتي نتاعها. هذا كله بالنسبه للقدامي نتاع الكهرباء. اما من بكري وانا نحكي ما بين ليفان والكونا، اي شنو هي الكاتيجوري نتاعها هذه؟ باهي هي الحقيقه الكهرباء هذه تخدع، انا فيديو خدعتني، انا فيديو حصلت فيها. انا اول ما ريتها في التصاور ولا ريتها من بعيد حسيتها كلي اس يو في وحاجه هكا روعه، وانما كي طلعت فيها لقيت العكس تماما. دونك شنو نجم نسميها الكهرباء هذه؟ نجم نسميها كروس اوفر ميني، معناتها ميني كروس اوفر، كروس اوفر صغرون جايه ما بين ليفان والكونا. هكا علاش حتى من العلو على الارض نتاعها 16.5 سنتي هكا، طولها 4.18 متر. ما عادش كنت تنجم تقارنها في السوق التونسيه، ولا ما عادش كنت تنجم تقارنها اون جينيرال، تنجم تقارنها مع التيكروس فولكسفاجن كودا كوشاك، ولا حتى زادها السيات ارونا. السيات ارونا تقرب لها بالكدا بالكدا، 4.18 متر طولها، وقاعدة العجله نتاعها 2.58 متر. الجنوط هذوما في الفئه التوب جريد، الفئه الجنوط كما قاعدين نشوفوا فيهم محليه مع الاخر فيهم كاتيكرو هكا هاو، والعجله نتاعنا 255 17 انش. فما حاجه في التصميم واللي هو قاعد يعملوا يتبعوا في تصميم تاع خطوط، يعاودوا فيه برشا مرات. شوفوا الخطوط من هنا كيفاش عامله هكا، هكا الخطوط من هنا، وشوفوا الخط الحاد من هنا، وشوفوا كيفاش تعاود ترجع من هنا. بالرسمي فيها برشا خطوط حاده، الكرهبه هيونداي قوي الطعم في برشا خطوط حاده موجهه اكثر للسوق الاوروبي، والسوق الاوروبي يحب هكا التصميم. دونك خط حاد من هنا بالرسمي هايله على الاخر، الدخول من غير مفتاح من هنا ومغادي، والروتروفيزور نتاعها الكلينيتون داخله فيها، والفران ديسك من قدام ومن تالي. هذا بالنسبه للكهرباء نتاعنا عجناب، وما ننساو زاد اللي فيها البردتوا واللي هي حاجه عجبتني بالكدا. وهم حاجه زاد عجبتني بالكدا بالكدا بالرسمي، نعرفش اذا تاع تونس بالضبط زاد فيها ولا نصور فيها، خاطر هي ديجا تاع تونس تجي من تركيا دايركتلي، اللي بالارات تاعها في ماء. هذه حاجه باهيه برشا بالرسمي هيونداي. شوفوا كيفاش الكهرباء صغرونه اخضر قداش عملت ما شاء الله. يلا نشوفوا التيلين. لغه التصميم من قدام نفسها من تالي، الخطوط من هنا نفس الشكل كيما من قدام بالضبط. من قدام عندنا بالبيانو بلاك من هنا تولي بار لايت، وزاد ما تشعلش من هنا. حبيت لو كانت تشعل، تعرفوا كيفاش تشعل من هنا ومن قدام، كهرباء باش تكون متميزه على اي منافس ليها. لهنا الفيما يتبع فينا، والليونات ريير تاعها بالرسمي صغرونه بالكدا هكا وهابطه برشا، تحسها كوبي من تيلي كهرباء، تعمل هكا زد خطوط وبعد تعمل هكا. هذا كله بالبيانو بلاك، كهرباء هايله على الاخر. هنا حاجه عجبتني الكاميرا نتاعها مخفيه، فيها كاميرات تيلانيه ومخفيه هكا، ما اصلا ما تراهاش دايركتومون. ومن هنا عندك الدور نتاع الرادار تاعها، وهذا بالبلاستيك باهي برشا، ومن هنا نفسه اللي من قدام بالضبط عاودوا هذا بالبلاستيك. هذا كله بالنسبه للتيلين نتاعها، ولهنا فيها تروازيام في دستوب، ولهنا عندنا مكتوبه كلمه بايون بالكدا. هذا كله بالنسبه للتيلين نتاعها. الحق الكهرباء مزيانه على الاخر، كان ما عجبتكش من قدام اما ماهيش تعجبك من تالي، خاطر نفس لغه التصميم. يلا نشوفوا تو داخلين. قبل ما نتعداو المال تاعها خلينا نوريك المفتاح كالعاده. دونك المفتاح عادي على الاخر كيما تاع ليفان كيما تاع اي كهرباء عاديه، ما عملتش مفتاح سبيسيال ولا حاجه. دونك كله نتاعو مزيان هكا خفيف بالكروماج من هنا. ومن هنا عندنا من هنا عندنا فلسه نتاع التسكير، حلين فلسه تاع المال، التلفزيون تاعها ربطابل. دونك قبيله ونزل على المال ما حبش تحل، دونك باش نحل المال مانيوال مو من هنا.
يطلعك. باهي، بالنسبه للحموله نتاعو 411 لتر. اما شنو الحاجه اللي عجبتني، اللي هو رغم اني كهرباء نعطيك كاتيجوري كهرباء عاديه على الاخر، ماهيش كاتيجوري اللي لازم تميز فيها وكل، الا انهم ما قصروا في حتى شيء في المال، بالرسم كل شيء مغلف في الداخل. عندك كروشي على اليمين، كروشي على اليسار، عندك وين تحط بدون من هنا، عندك التابيه دي، عندك البونكيت ربطابل 1 على 3 2 على 3 ولا 60 40، وعندك حاجه اخرى زاده واللي هي هذا اذا تحب تخلص منها تو سامبلومون نحي عليك من هنا، وكان متحبش زاد تقعد لهنا تو سامبلومون هبطها حطها غادي. اش قولك انت تولي تحصل على مساحه اكثر من ناحيه الارتفاع، وكان متحبش اكثر نحيها برا طيش في الدار. والحاجه الاخرى اللي عجبتني انه هذه زاده تنجم تنحيها وتحطها في رف اخر باش تعطيك اكثر مساحه تبي هذه. واللوطه عندي روت سكور تاعها ماهيش كيما البره، روت سكور تاعها قالت ولوازم تاع تبديل الاطار نتاعها، وكل شيء مغلف برسمي، كل شيء مغلف ما قصروا في حتى شيء، حتى من هنا من هنا كل شيء مغلف من هنا هكا، وحتى هذه مغلف، كل شيء مغلف في الكهرباء ما شاء الله. يلا تو نشوفوا الدخلاني نتاعها. باهي نجيو توا للدخلاني نتاعها. باهي توا تقريبا راك فهمت الكبر نتاع الكهرباء، دونك توا كيفاش نحكيو باش تفهم شنو هي التوجه نتاع الكهرباء واسكو الكبر تاعها باهي ولا. باهي شعملت انا الكرسي هذا حديد في على اساس انا نسوق، ديجا انا كنت نسوق فيها حتى هوني، دونك هذه البوزيسيون نتاعي وهذه بوزيسيون عاديه حتى الحقيقه حطيتها راندوملي، معناتها كيما جات حطيتها خاطر كي نوخر والاخر ما عادش نجم حتى تحط ثقيل. اما قبل ما نحكيو على المساحات خلينا نشوفوا واش عندنا في الكونتروبورت. الكونتروبورت كله بالبلاستيك الحق، والحاجه اللي عجبتني زاد راهو الزاويه نتاع الحلال الباب اغذرو باهيه برشا، تقريبا 90 درجه حكايه 80 درجه هكاكا برسمي باهيه برشا، حتى واحد ما تبصحته ينجم يدخل. اما الكونتروبورت الفينيسيون اللي معنا اليوم فيها كيما نقولوا البيتون من الداخل اكحل وباش، هذه باهيه برشا، دونك عندنا من فوق كله بالاكحل ومن اللوطه كله بالباش. عندنا لوت بارلور، وعندنا من هنا رانجمون يكفي دبوزه، حكايه دبوزه نص سيتر هكاك، حاط لك غادي يرد بالك تحط قبليه خاطر باش يتبزع. عندنا هنا الفيتر الالكتريك، والحاجه اللي عجبتني لهنا وين تحط يديك من هنا ماهيش بلاستيك، وانما كل بلاستيك موسي، ماهيش كوير وماهيش بلاستيك، عرفتك لي جايه نص نص، باش على الاقل من هنا ما توجعكش يدك، وهذه حاجه باهيه برشا. باهي قلت لكم من برا راه اعتمدوا برشا كي حكيت الخطوط هكا، خط حاد خط خط خط، عاودوها نفس التصميم من داخل على الكراسي كله هكا، خط خط تمشي خط تمشي خط يجي، عرفتك كي تلعب اكس او انت وصاحبك هكا، اما مش اكس او هذيك خطوط ستريت، اما هذه خطوط معوجين. دونك فيها ليزوفيكس، ما فيهاش لك ادوار امر عادي على الاخر، وفيها تروا روبستيت. باهي بالنسبه للمساحات ماش خايبه بالكل، انا طولي حكيت 178، عندي من هنا عندي مساحه في الراس، ومن هنا شوفوا ما شاء الله عندي زاده، فيها تيونيل وتيونيل تاعها قصير ما تاع واطي باهي برشا، البصر الوسطاني حق باهي بالرسمي، انا نحس ثلاثه نجم يقعدوا فيها، اما الوسطاني كان ثلاثه ادولت، الوسطاني لازم يكون صغرون، ما عنديش اي راتور من تالي امر عادي كهرباء صغرونه. اما الحاجه اللي ما عجبتنيش عندي شحن بركه وشحن واحد سريع، هذيك هي عندهم ثلاثه نجم يقعدوا من تالي، لازم واحد بركه يكون عنده تليفون ولا تابلت هكا. باهي ونقربوا لهنا، هذه بوزيسيون راندوم لي زاده باهيه على الاخر، وزاده من هنا حاجه اللي عجبتني عندي زاده بلافونين من فوق من هنا هاكا يشعل المانيو من غادي. هذا هو بالنسبه للتالي نتاعها، خلينا نشوفوا طاول قدامي. الفينيسيون اللي معنا اليوم هي التوب جريد، هي اللي فيها كل شيء. الكونتروبورت القدامي يختلف على التاني، الا انه يولي مغلف بالجلد، معناتها مش هكا تفدليك اللي جايه في الوسط، لا مغلف بالجلد وبالسير بيكور، الباقي كل كيف كيف. عندنا كاتر فيتر الكتريك كان تاع السائق هكا هو امبولسيون، وعندنا الريتروفيزور تاعها رابطابل، وعندنا الريتروفيزور تاعها الكتريك وسيكوريتي تاع لونفون من تالي، وعندنا البوانيه تاعها الداخلاني جاي في البيانو بلاك مزيان برشا برشا ومقسومه اكحل وباش. نجيو توا الا هنا الكرسي تاعها من هنا فيه ريجلاج لومبير، اما غادي ما فيهوش ريجلاج نمبر. من هنا عندي ثلاثة فلوس، واحدة نتاع المستوى الإضاءة الأمامية، واحدة نتاع التراكشن كنترول، وواحدة نتاع الضغط العجالي، تنزل عليها بعد ما تتريق العجالي نتاعك تنزل عليها باش تعمل ستات من الأول وجديد. باهي بالنسبة توا للكراسي نتاعها حتى من قدام زادة بالقماش زادة وفيه الخطوط، أما يولي لهنا بالسيربيكور بالأبيض، ومن هنا عندي نتاع التراب نتاع ليسونس، ومن هنا نلقاو عندنا أكو دوار تقديمة واحدة توخيرة واحدة ويتحل من هنا في رانجمون لا باس به، اما ما فيهوش شارج ولا بس ولا يبرد ولا حاجه. لان يعني عندي زوج حاملات اكويا، واحده صغيره واحده كبيره، كاس كبير كاس صغير، الفرن امام تاعها مانيوال، امر عادي على الاخر ديجا خليه مانيوال هكا خير باش يكون الكترونيك باش يكلف اكثر، ومن هنا البواط نتاعها اوتوماتيك. بالنسبه للبواط والامور هذه نحكيو عليهم من بعد بالتفصيل. باهي هنا يعني عندي فلسه واحده واللي هي نتاع الصوت نتاع الرادار نتاعها، ومن هنا عندي الشارج اندكسيون. اي نعم في الكاتيجوري هذيا عندك شارج اندكسيون واللي هو الشحن اللاسلكي، تحط تليفونك تشارج وحده من غير حتى كابل. ومن هنا عندي شحن سريع على اليسار، يو اس بي على اليمين، و12 فولت في الوسط 180 واط. الكليماتيزور نتاعنا اوتوماتيك زون واحده، وقبيله جربت شويه اللي مسخونه ما شاء الله، اللي ما جربت شويه دون ما تحل
ما شاء الله يبرد. ومن هنا عندي شوفوا كيفاش الفصل الخطوط هذيا قاعد تصنع فيها هيونداي في التابلو دور نتاعها. اما شوف التابلو دور نتاعها كله بلاستيك، غير من هنا يولي بلاستيك موسي. اما راه شوف صوت بلاستيك، اما المنظر بلاستيك موسي. الكهرباء هذيك كما قلت لك راهي تخدع، تلعب برشا على المشاعر. من البرا تحسها اس يو في وهي حتى شيء، ومن هنا تحسه بلاستيك موسي، تمسه تسمع البلاستيك. من هنا كله التابلو دور كله بلاستيك الحق. هيونداي تحسنت برشا كاليتي تاع بلاستيك الحق، ماناش نحكيو على كاليتي ضعيفه. قبل ما كانوش بها هنا متو تحسنوا بالكدا. الفولوم تاعنا كيما تاع ليفان بالضبط، وكيما تاع موديلات هيونداي جدد. على اليمين عندي نتاع المنيو نتاع الريديتور دو بور الكروز كنترول ومتاع المساعده على خط المسار. على اليسار عندي تاع تليفون تهز وتعلق تحط المود تزيد في الفوليوم وتبدل راديو الشين اللي من بعدها. لي هذوما عندي الي ماج اوتوماتيك دفو، وعندي زاده السويغلاس تخدم وحدها في المطر. ومن هنا بالنسبه للتابلت بورد تاعها كيما حكيت لكم، والفينسيون اللي معانا اليوم الاكران اللي فيها 10 انش. اما في تونس باش تشوفوا باش تلقاو اللي الاكران باش يكون اكبر من هكا، خاطر هذه فيرسيون 2022 ماهيش فيرسيون 2023 كيما قلت لك، ارمه موجوده من قبل. من هنا عندي اوزر كابتور 2 3 4 ما شاء الله، كابتور 2 3 3 كابتور كلهم تاع انظمه سلامه نتاع الكهرباء، والريتروفيزور تاعها دي جيفرونت. من هنا الاضاءه انت تعملها تقدمها مانيوال ما اما فيها المرايه، ومن هنا نفس الشيء. الفينيسيون اللي معنا اليوم فيها السان روف، والسان روف في تونس ما موجود كان في فيرسيون الاخرانيه واللي هي بواتو تو الان ليتر توربو. دونك التوا نتاعنا نجم يكون اوفران اوفران يتحل اما يطلع كها، ولا يتحل يطلع ويمشي هكا. دونك لهنا انا توا مادام حاط كونتاكت لا لازمني اها هكا يتحل بكله، والشمس توا ضربتني في راسي ضربه اللي هي نسكروه. وفيه كالعاده الشمسيه من هنا انت تسكرها مانيوال ما. اما باش نشوفوا ايش عندنا لهنا على خاطر بالرسم تفنوا برشا من هنا، لازم تقرب لي اكثر. باهي توا ركز معايا خاطر شفت الكرون قطره فيها هذايا، باش تقول هاو حتى هاو زوز دور يمين يسار. اما ليزانفورماسيون اللي فيه ما شاء الله فيه برشا برشا معلومات، وبالرسم ابدعوا فيه. شوف انت كي ترى هكا ما يمشيش بالك اللي هو ايكوكبيت، راهو ماهوش ايكوكبيت، وانما شفت الكونتور الكونترا فيه هذو ديزيكرون هذيك هي خدمه اكثر على الديجيتال نتاع الموضوع. باهي باش نتحكموا في الاكرون هذاك لازمنا نجيو للبارتي اليمين نتاع الفولان نتاع نقود القياده نتاعها. تنزل على منيو يبدا يحول لك الثلاثه حاجات هذاك، وعندك هذيك اللي نتاع الاتنشن ليفل فيها نتاع الكهرباء كي تحسك تعبت باش تقول لك عمي راك تعبت ارتح شويه وارتحنا معاك ارتح الموتور. باهي عندك درايف انفورميشن تو الكهرباء كذا تمشي يقول لك قداش كونسوماسيون انستانتانيا نتاعها، الكهرباء قداش مشيت في التريب وكل وقداش الوقت مشيت. وعندك هذه اهم حاجه باش نبداهم واحده واحده من فوق للوطا. باهي ركز معي، عندنا درايفر اسيست ندخلوا عليها، عندنا الورنينج تايمينغ هذيك نتاع التنبيه كيفاش تحب انت، تاع نظام الاستدامه الامامي تاع النورمال ولا ليت معناتها العادي ولا مؤخر، تعمل اكسيدون ولا ما تعملش من الاخر خليك معايا. دونك الورنينج فوليوم كيفاش تحب، الفوليوم عالي ولا خاطر ساعات تفجع انت ولا عندك شكون الكهرباء تفجع فيه. عندك درايفر اتنشن وورنينج دونك زاد كذا انت تحسك الكهرباء مش قاعد تسوق بالكدا تلعب بالفولون وكل الكهرباء باش تقول لك يا معلم ريد. عندك الفورورد سيفتي اكتيف اسيست والورنينج اونلي نفس الموضوع. عندك اللين سيفتي واللي هي النظام محافظ على خط المسار، وزاد تقول لك تحب نعمل لك اسيست تحب نعاونك انا نرجع الكهرباء ولا تحب وارنينج اونلي. فيها اللغه الفرنسيه لكن انا نفضل اللغه الانجليزيه، ومع الاسف ما فيهاش اللغه العربيه، اما فيها باقي كل اللغات. انا من الاول قلت تصنع في تركيا وقلت لازم حطوا كان لغه تركيه كا، وبعد اكتشفت لي برشا لغات الا اللغه العربيه مع الاسف. انا قلت لك موجهه اساسا للسوق الاوروبي، شكون في السوق الاوروبي يحكي عربي. عندك الباركينج سيفتي نرجع اها تحب كهرباء تعمل لك الباركينج وحدها ولا، اما مش راهي بتوخر وحدها تعمل لك كل جوست هكاك تعاونك شويه. دونك نجيو هكا هذه يكمل نرجعوا هكا كلاستر هذه عندك نتاع الفيو والايكونومي، عندك نتاع الوايبر نتاع تحب الكهرباء تشعل لك انت وفات اللي انت ليسونس كليبيف ولا الاي سي رود. اذا الطريق نتاعك مثلج تحب تقول لك راه رد بالك هتسوق بكدا وترش الموتور وقتها باش يعمل اون ويلكم ساوند كهرباء دوما تدخل باش تعمل لك صوت على اساس ما راح فيها هذيك ديجا عامله ديزاكتيفي ديجا انا بدي ما سمعت حتى شيء. وعندنا لهنا حاجه مزيانه على الاخر واللي هي التيم سيلكشن، عندنا التيم ا اغص الجو الاجواء شوف ما عليها شفت كيفاش تبدل الاضواء، عندنا العد بدل الدوار، وشوف عندنا التيم بي شوفوا الجو يولي احمر رغم اللي راه ماهمش دي مود كونتريت راهو، اما كنت تعمل جو على روحك قلت الكهرباء تخدع فيك ما الكهرباء كلها تلعب على المشاعر يا هيونداي. عندنا التيم سي واللي هي تولي زرقاء على اساس نعرفش انا يولي اي سي رود ممكن ولا حاجه، وعندنا التيم دي اللي هو اكثر واحد عجبني ولا مش نخليه تو. شوفوا كل الاجواء عندك شو اسمه هذا محطوط تدرك كيفاش محلاه، على اليمين عندك الار بي ام، على اليسار عندك الفي تي اس بالرسمي مزيانه على الاخر، عندنا كان كاتر تيم اكاهو باهي.
نرجعوا تو هكا اللايتس اليمينيشن الامبيانت لايت. اي نعم الكهربائيه فيها الامبيانت لايت، انا بيقول لكم باراليل فيها الامبيانت لايت تشعلوا من قدام في الكونتربورت تحت الفولون تحت قدامك انت تحت القشر وفي الكونتربورت ما غادي. اي نعم الكهربائيه فيها الامبيانت لايت اه تختار ليفل 1 2 3 4 انا مختار الكات انا اوريه لكم باراليل تو قاعد فيه. به نرجعوا عندنا الدور هذه اوتو لوك اوتو ان لوك هذيك حاجه عاديه كونفينينس ويلكم ميرور وكل وكل الاجواء الوايرلس شارج اندكشن تحب تعمل اكتيفيت ديزاكتيفي السيرفيس انترفال كل كذا عندك اليونت واللي هي تحبها بالكيلومتر ولا بالش اسمه الاخر هذاك عندك الريزيت واللي هي باش ترجع اللي بارامتر تاع المصنع وكا هو نرجع هكا وهذا هو والسلام عليكم. لا مازال عندك على اليمين كهرباء قداش ماشي وعندك سخانه نتاع الكهرباء وفي الوسط عندك ال الكونسومسيون تاع انستانتاني نتاع الكهرباء قبيله وهي تخدم في مخزن محلول اقل 19 نيتره عندك السخانه قداش تا 31 ما شاء الله 31 السخانه وعندك الاوتونومي نتاعها 171 كيلومتر وشلط نتاع ليسونس نتاع هذا كله بالنسبه للكرون هذا. بالنسبه للكرون هذايا عادي على الاخر كيما اي اكرون تعرفوا عند هيونداي مثلا ايفان كونا ولا اي هيونداي اي اكرون عادي فيه الاندرويد اوتو والابل كار بلاي. من هنا ندخلوا للسيتينغز يجاوب مؤخر شوي عن الساوند ديفايس كونكشن الفيكل فيكل من هنا بعض الـ بعض الـ بعض الـ بعض البارامتر لكن اهمهم الكل باش تستعملهم في الاكران كنت موري لك فيه قبل دونك ديسبلاي لهنا كيفاش تحبها داي لايت نايت بلو لايت برايتنس كيفاش تحبها سكرين سيفر تحب تعمل سكرين سيفر هوم سكرين كيفاش تحب تبدلها الكونفيغوراسيون نتاعها برسمي كهرباء تعمل عليها جوا عندك السيتنجز لهنا الواي فاي فيها جنرال البطن من هنا الجنرال واللي هذه بتبدل فيها اللغه والسيستم انفو والديت والتايم والكيبورد كيفاش تحبها ها حتى من الكيبورد تعرف تبدل اللغه نتاعها. نرجعوا لهنا خلينا نحط لكم توا المارشالير الكاميرا هي حق نعطيها 9 على 10 كاليتي ماشي خايبه جوست شويه مضبعه مع عادي على الاخر كي تدور تدور معاك تدور فولون تدور معاك شفت كيفاش وفيها خط احمر خط اصفر خط ازرق هذيك زعما على قد درجه التنبيه فهمت نرجعوا طبعا احنا هكا وعندنا فلس على اليمين على اليسار عجبتني كيفاش خلاو فلس يمين ويسار في تونس باش تلقى اكران اكبر من هذا فهمت باش يولي ينقصوا الفلس قاعدين ينقصوا في الفلس واللي هو توجه نتاع اغلب لي كونسيسيونير وهنا عندك مكتوبه بلوتوث كربة فيها البلوتوث هذه ميديا وراديو والجو هذاك كله. تو نبداو تيست درايف نتاعنا بالنسبه للهيونداي بايون باش يكون تيست درايف سريع نحكيو على شنو اللي عندنا كيفاش جات وشنو الخصائص نتاعها والموتور هو الكيبون تاع السيكوريتي نتاعها باهي اول حاجه. الفرن نتاعها مانيوال الفترة الأخرانية ركزت لكم برشا على الكهرباء الإلكتريك تو نصب في كهرباء ليسانس نحس في حاجة غريبة لو كهرباء تمشي شوية تسكر وحدها حطيت نخش باب القوي الكهرباء تنزل ما شاء الله رقم تو كليماتيزور محلول حليت الكليماتيزور كليماتيزور تاعها اوتوماتيك باهي. بالنسبه للكهرباء اللي قاعد نسوق فيها اليوم 1.4 ام بي اي 100 حصان وطلع حكايه 134 نيوتن متر اما اللي جاتنا احنا 1.2 87 حصان وطلع حكايه 118 نيوتن متر حكايه هكاك دونك باش تقول الحقيقه احس الارقام اللي راه فيهم على جاتنا احنا جاتنا موتور ضعيف الصراحه اما باش تقول لي علاش جاتنا 1.2 خاطر كان جاتنا 1.4 راهي الديوانه نتاعها اكثر دونك كل الديوانه نتاعها اكثر سمها شويه ما عادش مقبول هيك علاش جات بالسمه هذاك انت ممكن تو ترى سمها مقبول على خاطر 1.2 كان جابها بال 1.4 قدر انا كي جيت نشوف نلقاها السوق الشرق الاوسط وسوق الخليج الكل يجيو 1.4 واحنا بالذات جاتنا 1.2 خاطر الله غالب احنا عندنا الديوانه غاليه هذا غالينا حسب اكيد تزيد السعه نتاع المحرك نتاع الكهرباء. بالنسبه للبوات البواطه نفسها تجي بوات اوتوماتيك 6 رابوت نفسها بالضبط وبالنسبه لجينا نحن واحده 1.2 الديفينيسيون الاخرانيه جينا 1 لتر توربو 1 لتر توربو تولي 100 حصان تولي كيف هذه 100 حصان مش نفس الموتور قدر بالتوربو هذه نفس الطبيعي وتولي 172 نيوتن متر تولي ما اقوى من هذه في الخرجه عمل بيسونس نفسها وبوات اوتو طبعا نفس البوات اللي سوق فيها تو اللي هي بوات اوتوماتيك وفيها المود مانيوال تعطيك 6 رابورات. دونك بالنسبه للخرجه نتاعها باهي الحق رغم اني تنفس طبيعي ولانها قاعده تجاوب مؤخر شوي يعني حسب الحد اما تخرج ما تعطلكش
دونك انظمه السكيورتي تاعها فيها اي بي اس، فيها الايرباك. انا حاجه عجبتني اللي جاتنا فيها 6 ايرباكات في فينيسيون الكل، مهما كانت فينيسيون جينا في 6 ايرباكات، هذه حاجه باهيه برشا. دونك احنا اللي جاتنا 3 فيرسيون، فيها النظام مساعد على خط المسار، فيها نظام منع الاصطدام، فيها نظام اللي ينبهك على العجل، نظام ينبهك كان كركه انت تعبت، نظام كل شيء، فيها الانظمه كلها دونك تاع السكيورتي. وكيما وريتهم من قبيله في الكوفي الكرون اللي قاعد تشوف فيه هدايا، تشوفوها طافي سسبونسيون تاعها. الفرانش تاعها حق مش قوي برشا، هذه اللي حاطه من قبيله، الفرانش تاعها مش قوي برشا، شنو عاود في الناش تاعها هذا كربون متوسط، نعم مش خايب. ثم الديسكي من قدام ومن تيم، والفولون تاعها خفيف، ما فيش دي مود كونتويت. تسمع في صوت الموتور، العزل تاعها متوسط، الموتور راكم شفتوهم باراليل مغلف من اللوطه، اما مقدم من فوق مش مغلف، الاخطاء تاع الكبوت مش مغلف، الكبوت هو من الكبوت معناتها موش مغلف، فهمت علاش ممكن العزل موش به خاطر وقتها كي نزلت مبسوط الموتور. ركحة في الكيس ما شاء الله ماشي خايف في الكيس، الكليماتيزور تاعها قوي اوتوماتيك، انا حطيت اوتو معناتها هو حسب تمبيراتور اللي برا هو شي يقرر تقريبا. هذا هو غارانتي تجي 5 سنين كيما اغلب موديلات هيونداي الكل. الكونسوماسيون تاعها في الفيرسيون اللي جينا احنا 1.2 في 5 لترات فاصل 3 الميكس، وتوصل حتى 6 فاصل في الامبوتياج، 5.3 معناتها الميكس ما بين هكا وهكا، فهمت. هذه ممكن اكثر شوي خطرها 1.4، لكن هذه راه في موتوره دونك هذه انا لاحظتها، هذه 100 حصان لاحظتها بالضبط معناتها متواضعه، 87 حصان نصورها باش تكون اضعف الصراحه، ان شاء الله دينا الفرصه نجربوا تاع 87، رغم اللي راه 87 نفسها اللي في ليفان، نفس الموتور تاع ليفان موتور ناجح معناتها ما فيهوش مشكل، حتى البواطه راهي ناجحه ما فيش حتى مشكل البواطه. كهرباء صغرونه الحق تحكم فيها معناتها كي تسوقها ماهيش صعيبه ولا حاجه. التنفس الطبيعي ديما خير. انا ما صار كان جابوا الفيرسيون هذه الحق، اما على غالب السوم باش يزيدوا هيونداي زاد زي ما تقرا حسابها حكايه المنافسه والسوم، فهمت. فيها كاميرا من تالي كيما قلت لك، هذه ما فيهاش سوبر زومبلومون اللي في تونس، ما فيهاش سوبر زومبلومون تو ممكن تستحقيت وانا باش نقول لك فما كهرباء بحدك غزرت التلفزيون ما فماش التشعل هذيك. وهذا كله بالنسبه لكهربتنا، بالنسبه لي ان شاء الله تكون استفدت، ما حبيتش نطول عليكم الحق، قاعد نقصر في الفيديوهات. وبرسمي كان يعجبك الفيديو اعمل اشتراك، هذا اشتراك مهم على الاخر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.